اسم المعرض حقيقة مقتل مهند. هو كان خبر نزل في الجرنان عن ان المهند اللي هو بطل المسلسل التركي اتقتل. بس اللي هو مش اتقتل في المسلسل، اللي هو الممثل الاصلي. بس وفي النهاية الخبر اساسا طلع خبر مش حقيقي. واللي كان مثير اكتر ان هو اساسا ما اسموش مهند. بس مهند ده الدبلجة العربية يعني للموضوع. بس فهو الخبر في الاخر طلع شكله يعني شكله خيالي شوية. اللي هو يعني هو لا في خبر يعني ولا في للممثل اتقتل ولا هو اسمه مهند، عشان الخبر يطلع باسمه مهند. بس فبناء على نفس طريقة التفكير دي في صناعة الخبر يعني خدتها زي مثال للمعادلة اللي الناس الشعبيين أو العوام بيبنوا عليها طريقة تفكيرهم في الحاجات عموما. بس ففي مثلا فكرة السلفي اللي هو في حزب النور، اللي هو حب يعمل دعاية للحزب بتاعه، فكان جايب طفل متصور بطفل حاطه جوه شنطة مطبوع عليها كيس بلاستيك مطبوع عليه اللوجو بتاع الحزب. بس وكاتب جملة ان هو يعني اطفال سلفيين في حق او بالحق. انا شايف الحته اللي هي اللي فيها سخريه او فيها ضحك في الشغل كانت موجوده في تلفزيون بيرس. بس كانت موجوده في تلفزيون بيرس نتيجه التناقض ما بين الصوره اللي هي الحاجه اللي هي مش منطقيه، اللي هي ما بين الصوره والتكست المكتوب، سواء اذا كان في سبتايتل او في شريط الاخبار. يعني فكره الصوره لما ثبتت هي عملت صورة تانية، يعني صورة تانية غريبة شوية. بس فعملت السخرية دي. بس انا اتعلمتها وبقيت بعملها، يعني بقيت بعملها بقصد. بس هو في النهاية الموضوع ملوش علاقة بفكرة الكاريكاتير، لان الكاريكاتير بيحتاج ان انا بشتغل على موضوع محدد بشكل مباشر وبسخر منه بشكل مباشر، بحس ان يعني المتلقي لما بيشوف الكاريكاتير بيفهمه على طول، يعني لازم يفهمه بسرعه ولازم يضحك على طول في نفس الوقت. لكن الشغل عندي هو مش شرط يبقى مضحك، يعني مش كل الناس يعني تضحك على كل الحاجات يعني. بس لان انا مش قاصد ده، يعني انا مش عايز الناس تضحك على الحاجات. هو ماشي الناس بتضحك، يعني هي برضو بتحصل لما بسمع او بشوف خبر حقيقي واقعي، يعني خبر سياسي يعني ما فيهوش نكته. بس فاحيانا بيبقى مضحك اكتر من فكره كاريكاتير. لكن هو تكست هو عنصر من عناصر تكوين الصوره عندي. ففكره اختياره يعني في حاجات احيانا ببقى يعني وانا برسم الصوره بتيجي في دماغي، بيبقى في كلمه معينه بتتكرر او جمله معينه بتتكرر في دماغي فبتتحط مع الصوره. بس او في نصوص يعني في لا يعني حاجات تانية ببقى بعد افكر شويه في النص اللي هيتحط على دي. بس
وفي حاجات احيانا بتبقى يعني هي جايه جايين مع بعضهم يعني، يعني الصوره والتكست جايين مع بعضهم يعني، انا عارف هكتب ايه على الصوره دي بس. لكن هي ملهاش، هو مش مترجم لصوره، او مش شرط يبقى له علاقه بالصوره اساسا، لكن هو جزء، هو عنصر يعني، هو عنصر من تكوين الصوره نفسها.